أهلا وسهلا بكم أحبابنا الكرام. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي شرف قدر نبيه وقدره تقديرا، ونور به الأكوان تنويرا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد من أرسله الله سراجا منيرا وبشيرا ونذيرا. في شهر ربيع الأول شع نور النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وتتوالى الخطب وتتعالى المدائح وتكثر الأشعار من أفواه المنشدين مادحة خير الأنام، مرددة هم يا ربيع بفجر ذكرى المولد، ردد ردد غرامي في مديح محمد. إني أقول لكم من غير تردد، فخري بأني من مداح محمد، فهو الفخار وفخر كل موحد، فهو الفخار وفخر كل موحد، فانشر عبيرك يا ربيع ورددي. الله تبارك وتعالى فضل نبيكم عليه الصلاة والسلام فجعله رحمة للعالمين. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة عظمى وبركة من الله، فحري بنا حين نذكر النعمة أن نشكر المنعم وهو الله سبحانه وتعالى. وشكرنا لله فرح وشكر على نعمة بروز سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا الشكر يستلزم منا أن نتمسك بكتاب الله وسنة رسوله. يقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيها المؤمنون، أيها المحتفلون بالمولد، إن الله كرم محمدا عليه الصلاة والسلام فأعطاه ما لم يعطي أحدا من قبله ولا بعده، كمله فجعله فخما مفخما وعظيما معظما. فقد أعطى الله نبيه من كمالات الدنيا شرف النسب وحسن الصورة وفصاحة اللسان وقوة الفهم والعلم والخشية والزهد والخوف من الله وحسن المعاملة والآداب الشرعية والأخلاق المرضية مما لا يستطاع حصره. فكان عليه الصلاة والسلام كاملا مكملا جعله الله رحمة للعالمين. أيها المؤمنون، إن دعوة نبيكم التي كان يحرص عليها ليلا ونهارا سرا وجهارا، والتي عاش لأجلها، والتي أنزل الله الكتب لأجلها وأرسل الرسل لأجلها، هي تلك الكلمة العظيمة: لا إله إلا الله. لأجلها دعا رسول الله، وعلى معناها علم ودعا عباد الله، وقد مدح نفسه وإخوانه الأنبياء فقال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله. الله الواحد الصمد الذي لا يشبه شيء ولا يحتاج إلى شيء، والذي كان قبل كل شيء والمستغني عن كل شيء. الله الذي رفع السماء بغير عمد، الله الذي جعل السماوات مسكنا للملائكة
وليست مسكنا له سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى موجود قبل السماء وقبل الأرض وقبل فوق وقبل تحت. هذا من معنى لا إله إلا الله، هذا الذي أرسل به رسول الله عليه الصلاة والسلام. لأجل هذه العقيدة جاهد نبينا ودعا إليها ليلا ونهارا جهرا فرادا وجماعات، لينشر هذه الكلمة الطيبة التي أنزلها الله في الكتب على أنبيائه. فقد مدحه الله في القرآن وزكى الله نبيه عليه الصلاة والسلام، مدح الله قلبه ومدح لسانه ومدح ذاته ومدح أخلاقه عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا النبي السند العظيم، هذا الرسول الرحمة المهداة، بركاته لا تنقطع، بل كان حيا أو ميتا فإن بركته على أمته وعلى أحبابه إلى يوم القيامة بإذن الله رب العالمين. ومهما ذكرنا من سيرته ومهما تكلمنا في شمائله لن نحصي ثناء عليه، فهو أفضل خلق الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أذكر لكم حادثة واحدة، إذ أن المجلس لا يسع، حادثة تدل على عظيم بركة نبيكم عليه الصلاة والسلام، وتدل أن النبي هو الذي علمنا أن نتوسل به وأن ندعو الله بجاهه وأن نتقرب إلى الله به. نحن لا نعبد محمدا، محمد ليس ربا يعبد ولا إلها، إنما هو عبد الله رسول الله المبارك الطيب الذي له عند الله الجاه العظيم. روى الطبراني وغيره أن رجلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، رجل أعمى فقد بصره، أظلمت عليه الدنيا، لا يرى يمنة ولا يسرى، الدنيا مظلمة عليه، ومن لهؤلاء إلا رسول الله. جاء الرجل يتخطى الناس، لا يعرف من في المجلس غير أن الله ألهمه أن بينهم محمدا عليه الصلاة والسلام، وأن محمدا هو باب من أظلمت عليه الدنيا، هو باب من تكالبت عليه الدنيا، هو باب من أطبقت عليه الكروب. جاء الرجل الأعمى الذي الدنيا سوداء في عينيه إلى نبيكم عليه الصلاة والسلام يشكو العمى ويشكو فقد البصر، فقال: يا رسول الله، لقد شق علي ذهاب بصري وليس لي قائد يقودني بين الناس. إلى طبيب الدنيا يشكو، إلى طبيب القلوب، إلى الذي به أبصر الله قلوبا عميا وأعينا كانت عميا، جاء هذا الأعمى يشكو إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. اسمع ماذا قال له النبي، قال له، علمه كلمات، قالها الرجل فرد الله بصره: يا من أظلمت عليك الدنيا اسمع، ويا من تكالبت عليك الدنيا اسمع، ويا من كثر كربك وضاق صدرك استغف بمحمد رسول الله. هذا الرجل يقول: يا رسول الله، شق علي ذهاب بصري وليس لي قائد. فقال عليه الصلاة والسلام: صل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي. قال راوي الحديث: والله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى عاد الرجل مبصرا.
العمى زال ببركة نبيكم. هذه الكلمات العظيمات ليرددها كل مكروب، ليقولها من له حاجة عند الله، فإن شأن محمد عند الله عظيم. فقد أزال الله ببركته العمى، وأنطق الله له الجمادات، وحرك الله له الساكنات لعظيم قدره عليه الصلاة والسلام. روى البيهقي وغيره أن رسول الله جاءته امرأة ومعها ولد أخرس لسانه كالحجر يأكل ويشرب ولا يتكلم، فجلست في مجلسه، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أدار بوجهه الشريف كفلقة القمر وقال: ما بال ابنك؟ ما بال ابنك؟ قالت: يا رسول الله، إنه أخرس لا يتكلم. فنظر إليه عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي هذه النظرة، ثم قال لهذا الغلام: من أنا؟ فقال: رسول الله محمد. وصار هذا الغلام من خطباء العرب. إن النبي عليه الصلاة والسلام رحمة مهدات. إن النبي عليه الصلاة والسلام الله فلق القمر لتصديقه ولإشارته أزال الله الغمام، ولحبه تحرك الجبل تحت قدميه، ولفراقه حن الجذع اليبيس شوقا إليه. وفي ذلك قال بعضهم: فدا لوجهك مني الروح والمقل. أيا رسولا قد بشرت به الرسل، لحن الغرام، لحن الغرام ولحن الشوق حركنا، ففي محبتكم الأشواق تحتفل. لك الجمادات حنت والبعير شكى، وتحت رجليك هام الصخر والجبل. والله إني، والله إني بحب المصطفى كلف، قلبي بعشق رسول الله يشتعل. ضمخوا أفواهكم وعطروا مجلسكم بالصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذلك الرحمة المهداة، ذلك الذي تنزل بذكره السكينة. الله أكبر يا رسول الله، الله أكبر يا رسول الله. ذلك محمد عليه الصلاة والسلام الذي بذكره تنزل البركات وتحل النفحات وتقبل الدعوات ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم. ضمخوا أفواهكم، عطروا أفواهكم بالصلاة والسلام على رسول الله. فقد ذكر في الحديث أن الصحابة خرج إليهم عليه الصلاة والسلام وفي وجهه البشر يتلألأ كنور القمر عليه الصلاة والسلام. قالوا: يا رسول الله، نرى في وجهك البشر. فقال عليه السلام: أتاني آت من ربي فأخبرني، أي ملك، أنه ما صلى عبد عليك مرة إلا صلى الله بها عليه عشرا، وغفر الله له بها عشرا، ورفعه الله له بها عشرا. صلوا على خير الأنام أيها المحتفلون بالمولد، إن عملكم هذا سنة حسنة وبدعة خير تثابون عليه، وإنه لشرف عظيم أن تجتمعون في مثل هذه البلاد على حب رسول الله، رسول الهدى الذي علم الدنيا الحضارة، الذي علم الدنيا الشفقة. إن محمدا عليه الصلاة والسلام أوصى بالجار وحسن المعاشرة وحسن الخلق، حتى أن شفقته ورحمته عليه الصلاة والسلام طالت البهائم والحيوانات. أليس أخبر في الحديث أن امرأة سقت كلب فأدخلها الله الجنة، وأن امرأة عذبت هرة فأدخلها الله النار؟ لا يزايد على المسلمين أحد، نحن الذين علمنا رسول الله
الرفق بالناس والرفق بالحيوانات وحسن المعاملة وحسن العشرة بتعاليم محمد عليه الصلاة والسلام. أيها المحتفلون بالمولد، أيها المحتفلون بالمولد، افرحوا كما فرح المسلمون في كل الدنيا بمولد رسول الله عليه الصلاة والسلام. واشكروا الله، واشكروا الله العلي العظيم أن يسر لكم هذا الأثر الشريف المبارك الطيب، فلا يخرجن أحدا من القاعة إلا أن يتبرك بهذا، ولو تبرك قبل ذلك مرات ومرات. فاذكروا أن هذه شعرة كانت متصلة بمن هو أفضل من الأرض والسماوات وأفضل من الملائكة، وأن التبرك إنما معناه أسأل الله إكراما لمحمد أن يخلق لي الخير أو النفع أو يغفر لي أو يشفيني. وقد ظهرت بركات عظيمة بالتبرك بها، وقد كانت أمكم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عاشت مع النبي سنين طوال في حجرته وفي حله وترحاله، ومع ذلك عند موتها قالت ائتوني بجبة رسول الله أتبرك منها. من يشبع من بركة رسول الله؟ من يشبع من هذه البركة العظيمة؟ فاحنوا عليها وتبركوا بها وتأدبوا معها، واسألوا الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم بها. أدام الله ذكر محمد على لساني ولسانكم، وجعل الله حب محمد في قلبي وقلبكم، ورزقنا الله وإياكم رؤية وجه محمد عليه الصلاة والسلام. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.